البلد. علاج جديد لدعم حالات تأخر الإنجاب عند الرجال، أعلنت شركة إيفا فارما الرائدة في صناعة الدواء عن طرحه خلال مؤتمر صحفي عقدته بالتعاون مع الجمعية المصرية للذكورة على هامش المؤتمر السنوي للجمعية. وأكد أساتذة أمراض الذكورة والعقم خلال المؤتمر الصحفي أن كارني فيتا أدفانس للرجال سيصبح مساهم رئيسي في علاج مشكلة تأخر الإنجاب لدى الرجال. تفاصيل أكثر عن المؤتمر في التقرير التالي. هي بتبقى فرصة ورشة عمل لتدريب العدد كبير من الأطباء في المؤتمر، بالإضافة طبعا لأن المؤتمر ملحق بمجموعة من الندوات الصغيرة بتتعمل في المحافظات لتدريب الأطباء، فرصة لعرض الأبحاث العلمية الجديدة، فرصة للتقاء مع الشركات الأدوية عشان نشوف المنتجات الجديدة ونقدر نعملها تقييم علمي. فبالتالي احنا بالإضافة لمناقشة المشاكل المجتمعية اللي تهم الناس في مجال أمراض الذكورة، سواء على مستوى زي ما قلت حضرتك قبل كده تنظيم الأسرة أو على مستوى التقنيات الطبية. واحنا عندنا ندوة مهمة الحقيقة يحضرها عالم الأزهر الشريف وحد ممثل عن الكنيسة المصرية لمناقشة التقنيات المختلفة اللي هي فيها دايما نقاش جدل علمي وديني في مجال الصحة الإنجابية. الجمعية الطبية المصرية كلفت الجمعية المصرية لأمراض الذكورة لوضع الأدلة الاسترشادية وتم عرضها في ورشة عمل خاصة والتصويت عليها. عرضنا في العديد من الجلسات الأخرى اللي تناولت أحدث العقاقير والأدوية اللي بتستخدم لتنشيط الحيوانات المنوية ولتفعيل دور الحيوان المنوي وتزيد قدرته على إخصاب وتخصيب البويضة، وبرضو العديد من العقاقير الأخرى اللي بتستخدم واللي تطرح في السوق لأول مرة علشان لمعالجة مشكلات الضعف الجنسي والصحة الجنسية. وكمان تم عرض العديد من الجلسات اللي بينت مخاطر مشاهدة الأفلام الإباحية والمقاطع الإباحية اللي بدأت تؤثر بالسلب على القدرة الجنسية والرغبة وانعدام الرغبة والكفاءة الجنسية للشباب، ومما أدى إلى أنه منظمة الصحة العالمية أدرجت ده كمرض لأول مرة يتم تفعيله وإدراجه من أول السنة دي في التصنيف الجديد للأمراض. هناك طرح وطني مصري لمستحضر اللي هو جايز احنا يعني بصدده اليوم، اللي هو مستحضر يجمع الكثير من مضادات الأكسدة في مستحضر واحد، لأن كان الشائع قبل كده مضادات الأكسدة هي كثيرة العدد، فكانت بتكتب بشكل فردي، يعني ممكن تلاقي الوصفة الطبية فيها أكثر من اسم لكل واحد منهم بيمثل مستحضر أو اثنين في مكون واحد. فكون أن يجمع أكثر من 12 مستحضر أو يعني 12 مضاد للأكسدة في مستحضر وحيد مقبول للطعم وبسعر مناسب، ده بالنسبة للمريض طبعا شيء طيب. الحقيقة إيفا فارما من الشركات الوطنية اللي بيكون فيها دور رائد في مجال البحث العلمي وتطويره ودعمه، فبالتالي احنا لينا مشاركة مميزة في الدورة 30 لمؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، بتكون فرصة لعرض آخر الأبحاث اللي ليها علاقة بتطوير صناعة الدواء، بحكم ان لينا جزء كبير R&D ريسيرش اند ديفلوبمنت تطوير صناعات الدواء، فبيكون فرصه جيده لعرض المنتجات الجديده والحلول الجديده لافاده المريض المصري.